السلام عليكم أصدقائي، وياكم عادل وفيديو جديد من كل يوم معلومة. فيديو اليوم أو معلومة اليوم راح تكون عن السبلت. طبعا أكو مشاكل مرات تصير بالسبلت عن طريق أنه أنت يعني الجهال مثلا يلعبون بالريموت أو إعدادات أنت تدخل عليها تغيرها بالريموت بدون ما تعرف، يتغير عندك السبلت من التبريد للتدفئة أو يشتغل بزفان وما تعرف ترجع الوضع القديم. طبعا تكلمنا في فيديو سابق احنا على ريموت السبلت وقلنا هاي الاعدادات الموجودة بي والازرار الموجودة بي بكل تفاصيلها، ونشكركم على تعليقاتكم الحلوة وتفاعلكم ويا المقطع. واللي ما شاف المقطع راح اخلي لكم الرابط بصندوق الوصف، انزلوا شوفوه. نرجع لموضوعنا، قلنا اكو مشاكل تصير وبعض التعليقات الجماعة قالوا لي انه مثلا عندنا مشاكل تصير وتصير بزمان وتصير الحرارة، فجبت لكم اليوم طريقة تعلمتها وحبيت افيدكم بها انه تضبط اعدادات السبلت للوضع الافتراضي مثل ما شديته توك من كان جديد. طريقة جدا سهلة وتقدر بكل سهولة ترجع الى وضع التبريد لدرجة حرارة 25 بالتبريد، وتقدر براحتك بعدين تتحكم بالريموت بالدرجة اللي تريدها. بالبداية حبايب لازم انت شو تسوي، تطفي السبلت من هاي الدقمة الحمراء، يعني ما تطفيه من زر الباور الرئيسي، تجي تطفيه منه للسبلت. هسا انا حاطه على وضع 16 تبريد، اجي اطفيه منه للسبلت اخليه هيك على الوضع، بعدها افتح الغطاء هذا الخارجي مالته. وحتى راويكم الدقمة اللي من خلالها اقدر اني ارست السبلت، خليكم وياي. حبايب هنا فتحنا الكفر مال سبلت، هذه هي الدقمة اللي قلت لكم عليها. طبعا تكون معظم السبالت هنا مكتوب عليها اوتو ناسبلت توسود، اكو سبالت هنا تجي على شكل دقمة همين. هذه هي الدقمة. طبعا خلي راويكم هنا السبلت بعد شلون مشتغل مطفي من الريموت بكل سهولة. يعني اللي تستخدمه فقط درنفيس، مجرد درنفيس، مجرد درنفيس، وهنا تضغط ضغطة واحدة. لاحظوا السبلت كان طافي، اشتغل. طبعا اشتغل على الوضع الافتراضي اللي انت شديت به السبلت، اللي هو وضع التبريد على درجة حرارة 25. لاحظ وضع التبريد على درجة حرارة 25 راح يشتغل. يعني انت مثلا الجهال لعبوا بالريموت غيروه على اي اعدادات على اي اوبشن انت ما تعرف ترجعه، بكل سهولة تقدر تضغط هنا على هذه. طبعا بعض السبالت تكون تحت هذا الكفر، هاي الدقمة، فتقدر ترجع للوضع التبريد على درجة حرارة 25، او ترست السبلت، او بمعنى اخر تفرمت السبلت نقدر نقول، وتقدر بعدين بالريموت تتحكم، تقدر هنا تشغله تتحكم الزيادة حرارة ترجع مثلا 16 تبريد او على اي وضع انت تريده. لنا حبايب انتهى الفيديو مالتنا، اتمنى يكون ينال اعجابكم. لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك. نلتقيكم في فيديو جديد. اخوكم المهندس عادل الربيعي في مالك.